الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، بعثه الله عز وجل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وقد فعل ذلك بأبي هو أمي. لكن من الأمور التي فرط فيها الناس وتهاونوا أنهم بدأوا يغادروا هذا النور ويعودوا إلى شيء من الظلمات التي أخرجنا منها نبينا عليه الصلاة والسلام. جمع صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور الثلاثة وجعلها عنوان الفلاح التي يحصل بها للمسلم الخير والنجاح، إذ من حصلها فقد جمع الله له خير الدنيا والآخرة، وتمت عليه النعم الظاهرة والباطنة. فالهداية إلى الإسلام، قد أفلح من أسلم، هذه الهداية تكون بها العصمة والفوز بجنات النعيم والنجاة من نار الجحيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الفائزين. وكل من ليس بمسلم فهو كافر، سواء كان يهودياً أو نصرانياً من أهل الكتاب، أو كان ملحداً أو بوذياً أو من عباد البقر، أو كان من الفرق الضالة كالقديانية والبهائية، كل من ليس بمسلم فهو كافر. ولا يجوز كلما مات عظيم من عظماء الكفار أن يشك المسلم هل مات على الإسلام أم على الكفر. لا يجوز لك أن تتردد في تكفير من ظاهره الكفر. أمره إلى الله، يعامل في الدنيا ككافر، وإن كان عادلاً، وإن كان منصفاً، وإن فعل للدنيا ما فعل، إن مات على غير شهادة التوحيد فهو كافر، ومن شك في كفره فهو أيضاً كافر.
والإسلام الذي هو عنوان الفلاح هو الاستسلام ظاهراً وباطناً لله عز وجل، والانقياد الكامل لأوامره، وتوحيده وإخلاص العبادة له. وللأسف فإن أكثر المسلمين إسلامهم في خطر عظيم. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكم ممن يصلي ويتصدق ويصوم من هو يستغيث ويتوسل بغير الله، ويسأل عباده، ويتوكل على خلقه، وأكثرهم من عبدة الدرهم والدينار، فأي فلاح يرجو أولئك؟ ومن الأخطأ من يظن أن الإسلام مقتصر على العبادات التي نقوم بها، فإن مقصود الإسلام عباد الله هو القيام بحق الله وأيضاً بحق العباد، لأن المسلم هو من يؤدي الفرائض كما أمر الله، ويعامل العباد كما أمر الله عز وجل. لذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف المسلم في أحاديث كثيرة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، وفي رواية: ولا يظلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال أيضا: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبهذا المفهوم كم منا من يصلي في الصف الأول ويصوم ويتصدق ويقوم الليل ويصوم النوافل، ولكنه يظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويغتاب ويشتم ويقع في الأعراض، فهل بالله عليكم أفلح هذا؟ قد أفلح من أسلم وكان عيشه أو وكان رزقه كفافا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى أن من عناوين الفلاح أن يكون رزق العبد كفافا، وهو الذي يكف الإنسان عن سؤال الناس والحاجة إليهم. فالعيش الكفاف هو أن لا يزيد وأن لا ينقص. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه عز وجل فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت هو ما يسد الرمق ويكفيهم من غير إسراف. ولا شك أن المسلمين اليوم قد تكالبوا على الدنيا، لا أقول حتى شغلتهم عن ربهم وعبادته، بل شغلتهم عن أنفسهم وعن صحتهم وعن تربية أولادهم، كل ذلك من أجل المزيد، من أجل جمع المزيد من الأموال والثروات. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان، إنهما لا يسمعان من على وجه الأرض غير الثقلين، يناديان: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ولقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أصحابه، سمع أبا جحيفة رضي الله عنه يتجشأ ذات يوم، والتجشؤ عادة يحصل عند امتلاء البطن، فقال له: أقصر عنا جشاءك فإن أطول الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا أو أكثرهم جوعا في الآخرة. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه: فما ملأت بطني بعد ذلك 30 سنة. فنبينا عليه الصلاة والسلام لا يحرم الحلال ولا يمنع منه،
بل يرشدنا إلى التقلل والتخفف من الدنيا، لأن هذه الدنيا معبر وليست بدار مستقر. فالكفاف الذي يفلح معه من رزقه الله إياه هو الذي يكفي العبد ويكف لسانه وقلبه عن التطلع والتشوف وسؤال الخلق لما في أيديهم. أسعد الناس عباد الله، أسعد الناس من عنده رزق يكفيه، وبيت يؤويه، وزوجة ترضيه، وسلم من الدين الذي يثقله ويؤذيه. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فذم الدنيا التي نعيش فيها محمول على عدم طلبها من حرام، وعلى عدم الاشتغال بها عما خلقنا من أجله من عبادة وصلة للأرحام وتربية للأولاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فمن شغلته دنياه عن ذلك كله، من شغلته دنياه عن الصلاة والخشوع فيها، فهذا على خطر عظيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا غفور اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة عباد الله هي غنى النفس والرضا بما قسم الله عز وجل وقدر للعبد من أمور. وابن آدم طماع، كفور، ظلوم، جحود، كنود، إلا أن المسلم يهذب أخلاقه وطباعه بحسب أوامر ربه، فتجده قانعاً راضياً بما قسمه الله له، لا ينظر إلى من فضل عليه في الرزق لكي لا يزدري نعمة الله عليه، بل ينظر إلى من هو دونه لكي يحمد الله على النعمة التي هو فيها. قال سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ولقد فسر سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم إنا نسألك الحياة الطيبة. ما هي هذه الحياة الطيبة؟ قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: هي القناعة. فمن قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نصبه، ولم يتكدر فيها عيشه. وكيف يتكدر العيش في الدنيا؟ بأن يتبع ما فاته منها ويتكدر إن لم يحصل ما لعله لا يدركه فيها. هذا في أمور الرزق والعافية والدنيا كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى من هو دونك، إن كانت لك سيارة فغيرك ليست له سيارة، وإن كنت تمشي على رجلين فغيرك لا يستطيع المشي، وإن فضلك الله تعالى بشيء فقد فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا. أمور الرزق والعافية والدنيا يجب عليك أن تنظر إلى من هو دونك. أما في أمور الآخرة والاستباق إلى العبادة، في أمور الصلاح والطاعة، فإن المسلم لا ينظر إلى من هو دونه، بل ينظر
إلى من هو فوقه لكي لا يجلس ويقعد عن العمل. وكم ضحك إبليس على الناس بهذه الحيلة، حيث يزين لصاحب المعصية أنه خير من فلان الذي يرتكب معصية أكبر منه. ويجب على كل مسلم منا أن يراجع نفسه بتجرد وصدق. كم ضحك إبليس علينا الذي يتعاطى الدخان، نسأل الله لنا ولكم العافية، يزين له إبليس أنه في نعمة لأنه لا يشرب الخمر، والذي يشرب الخمر يزين له إبليس أنه لا يشرب الحشيشة، والذي يشرب الحشيشة يزين له إبليس أنه لا يتعاطى الإبر التي يدمن عليها من يفعلها. كم زين لبعض الجهلة ممن تفوتهم الصلاة مع الجماعة أنه خير من الذي لا يصلي إلا آخر اليوم، وهذا الذي يصلي جميع الصلوات في آخر اليوم يجمعها وينقرها نقر الديك وهي لا تقبل منه. من فعل ذلك لا تقبل منه صلاته مهما صلى. يزين له الشيطان أنه أفضل من الذي لا يصلي إلا الجمعة مرة في الأسبوع، والذي يصلي الجمعة يقول أنا أفضل من الذي لا يصلي إلا العيد مرة كل عام، والذي لا يصلي إلا العيد يقول أنا أفضل من الذي لا يصلي البتة. فانظر كيف لعب بهم الشيطان، كيف دلس عليهم إبليس حتى قنعوا بما هم فيه إلى أن يأتيهم ملك الموت فيكشف عنهم الغطاء ويكتشفوا أي خسران وأي بلاء كانوا فيه، نسأل الله لنا ولكم العافية. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته، إنما ينال بعبادته وخدمته. واحمدوا الله على ما أنتم فيه من نعمة قد حرمها غيركم، وانظروا إلى من فضلتم عليه بالعافية والرزق والعقل والتوفيق، تكونوا والله أسعد الناس وأهنأهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم وعرفنا نعمك علينا بالدوام، فإن النعم لا تعرف إلا بالزوال. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا خيرا منه يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.